فلوسنا نجيب الأرضي. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. أكل عيشي هو أرضي. أكل عيشي هو أرضي. من غير حقي أنا مش مرضي. من غير حقي أنا مش مرضي. هايدي 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 هايدي. هايدي 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 هايدي. من غير حقي أنا مش مرضي. من غير حقي أنا مش مرضي. يعني أنا عايز أفهم، عايزين مني إيه دول؟ هما مش شايفين السياحة في البلد وضعها زي الزفت؟ ده بدل ما يحمدوا ربنا اللي بقالهم 4 شهور بس ما قبضوش، الشركات التانية مسرحة موظفينها من 3 سنين، وأنا طول الفترة دي وأنت عارف بديهم مرتباتهم من جيبي، يعني المفروض أعمل إيه؟ أصرف عليهم؟ إذا كنت أنا لسه مش عارفة هقفل الشركة دي ولا هخليها؟ يا نادر ليه ما حدش بيقدر؟ ليه ما حدش بيحس؟ ممكن تهدي شوية؟ وبعدين تعالي نخرج من باب الجراج وسيبيهم يخبطوا دماغهم في أقرب حيطة. لا احنا نطلب لهم البوليس يجي يمسك كم واحد فيهم ويهش الباقيين وبكده هيمشوا على طول بدل ما احنا قاعدين محبوسين في الشركه ومش عارفين نطلع. البوليس مش حل يا نجوان. هايدي انت لازم تطلعي تتكلمي معاهم، اطلعي قولي لهم اي حاجه، اوعديهم مثلا انك هتدفعي لهم نص مرتباتهم اهو يمشي نفسهم بيها. هايدي الناس موقفهم القانوني سليم، وبعدين مفيش اي حاجه مكتوبه في العقود بتاعتهم عن ظروف السياحه. ايه اللي انت بتقوله يا نادر؟ ادفع لهم ايه ونص فلوسهم ايه ويمشوا نفسهم ايه؟ هو انت المحامي بتاعي ولا بتاعهم؟ ولا انت عشان حضرتك انت وخطيبتك بتاخدوا مرتباتكم فيبقى خلاص؟ انا بدفع لك مرتبك انت وسكرتيرتي الاستاذه نجوان عشان تطلعوني من المواقف اللي زي دي. معرفش، لاقي حل، اتصرف. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. ايوه يا حبيبي. ايوه يا مروان. ايه مفيش عندي مشكله كبيره في الشغل ومش عارفه احلها. معقوله يا حياتي عندك مشكله وانا عايش في الدنيا؟ ايه خلاص بقى اروح اموت نفسي. العمال اللي عندي عاملين اضراب وعايزين مرتباتهم، وانت عارف كويس قوي الشركه ما فيهاش فلوس، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ عمال ايه اللي تشغلي بالك بيهم دول؟ ولا تقلقي خالص يا حبيبتي، ما تفكريش حتى طول ما انا موجود في الدنيا. امال انا موجود ليه؟ مش عشان خاطر اريحك؟ بص يا روحي، أنا عندي برنامج هروح أصوره وأرجع على البيت نتعشى سوا ونقعد ندردش، وأنا عندي حل لكل مشاكلك. فكي بقى، فكي عشان خاطري. يلا حبيبي. بقولك إيه، هتوحشيني قوي 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 لغاية ما أشوفك. باي يا روحي. كوريا عبد العاطي عبد الوهاب، افرغ. الحمد لله على السلامة يا كوري. انت مين؟ انا جاي اخدك بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتني انا اختك. يلا اهدي بس يا هايدي وخليها لحالها. هلو everybody، ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين هايدي حبيبتي، وحشاني موت. سوري ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي حبيبتي اقعد. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذه بمنظرك ده، يلا انزلي تحت استني البيه في عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا. لا 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 لا، نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربيه اهو يا حبيبتي، استنيني.
في العربية ومش هتأخر، ما تلعبيش في حاجة لأقرصك. إيه ده يا بابي؟ داخل عليا وسحبني في إيدك واحدة مش عارفة منظرها إزاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي أنا فيه، وبعدين أنت طلعت هنا إزاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع إزاي؟ ولا حاجة، قلت لهم وسعوا وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على إيدي قبل ما أسلم الشركة لحضرتك. ونعم التربية الصراحة، عشان كده حبسوني أنا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك أرضي. أنا يتقال لي نجيبك أرضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني، أنا همشيهم لك. الدكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. ازيكم يا رجالة؟ أنا رجعت مسكت الشركة تاني مع بنتي هايدي. قلت لها، قلت لها ازاي هايدي سادة الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات وأولاد، ازاي؟ أنا دايماً أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون، هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة، احنا هنصرفهم وحنصفي الشركة، نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثثنا. هو إيه يا الضرب يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا لا أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح والخواجات ييجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض 4 شهور ويقدم استقالته، واعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه. وانا معاك يا ابو طالب بيه. كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. شكرينا برنس. ايه هتسيبيني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وسمي وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم، الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعدة رايحك من الصداع. يا سلام كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست أم كلثوم في مرصح نصر النيل. أنساك يا سلام أنساك. ده كلام. ألو. آي يا بابي. آي يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. إيه؟ لا يا بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريه من اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي، شويه ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا بوزيشن لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت تختار تادي يا سكر ولا ايه؟ مكتبنا افتح العربيه يا جدع. امشي يا جدع انا هخطفك يا جدع. ميد في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سكر؟ سيبيه ياما سيبيه. ايه يا في ياما سيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كوريا
الحمد لله على السلامه كوريا. ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعين. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شويه كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوريا؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما؟ انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الرميه السودا دي. لا. كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي. في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا. اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني. بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني. ده انا لابسها. هتروح فين؟ اهي شفتي؟ سابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى. بس وغلاوتك يا ام انا ما هسيب حقي. وغلاوتك ما هسيب حقي. مين؟ كوريا. حبيبتي يا كوريا. الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نورتي بيتك، نورتي بيتك. بيت ايه بقى يا فلان؟ بيت ما بقالوش لازمة من غير أمي. الله يرحمها. أنا اللي قربت ميعادها من قهرتها عليا. معلش يا بنتي معلش. العمارة بيد الله. مناش في نفسينا حاجة. بس أنت غلطانة يا كوريا. أيوه غلطانة. غلطانة إنك رفضتي تقفي معاها في المحل. وأنا كنت هشم على ظهري إيدي يا خال. انا كل الحكايه بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلاوي عنين. ما اعرفش انهم نصاي عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان يعلط. معلش يا بنتي المكتوب مكتوب. بس انا عايز اقول لك حاجه. اوعي اوعي تكوني فاكره انك عشان شايله سبقه في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هنا عارفين انك داخله السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السابقة والنبي كانت مظلومة. بس ورحمة أمي يا خال. أنا ما هسيب الولاية اللي اسمها ليلى دي أبدا عشان الولاية دي افترت عليا ودخلتني السجن سنة ظلم. ده أنا أتعلم عليها إني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن مهما طال. المهم يا كوريا إحنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه إبراهيم الكبدك ده اللي استناك سنة بحالها. وهيك يا كوريا هو يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربيه. شمال يا خال؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خال في ناس كده اهو ظبطتها يمين مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك ظبطتها يمين ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا. كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال؟ كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مره خال انا دكر ماليش في مرقعه وسهوجه الحريق. بتخانق بيجي لي كرشه نفس ما بستحملهمش ما عنديش خلق ليه؟ اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغلي تاني. في ايه دي؟
انت اللي اشتغلت وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي عايش بتاع السنه بحالها قاعده معايا بحقه ومرته واولادي. اتخنقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كميه الاخبار الزفت اللي انت جايبها لي دي يا اخي؟ خدت سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا انت بتقولي عايش في حق، يعني شايفني انا اللي عايشه في البيت الابيض يا اخي؟ الله يرحمك يا غاليه، الله يرحمك يا اختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلتيلي كوريا مظلومة؟ قلتلك ايوه عارف، وقلتلي سندس مظلومة وغلبانة ولازم الاتنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقولك يا خير، تعالى خير. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعين انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيه؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله. لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جاي لك من كل باب. الله يسامحك يا خير، والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوق طاقتي. انا مش قلقان من ان السياحه هترجع تاني، لان انا متاكد ان شاء الله ان السياحه هترجع. هترجع ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر. طالعه فارقه زي امك، وعندنا مش عارفه تعيلنا على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا ويعتلنا في سنادر الدكتور نادر، لا وايه دكتور ومحامي في نفس الوقت، تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جايب لنا فيهم ورد. ورد يا حيلتها، هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي يا باي ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي، ما خدتوش لبسته. انا هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده طول عمرها بيضلها في القفص من واحنا صغيرين، بتاخد المنجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لا وايه، انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحانه. انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقف البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيب لنا القفص كله الهط فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بايدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده.
سندس جبتها لك اهي. سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحلة قولي لها شفته. القمر في الحل؟ قمري في حلتي يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه بروستات. ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرضه مستمره ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. اه الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيحه يا خال. ها اسيبكم عافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 سعد ما تخافيش، غير هدوك وروح. استنى ما تسيبنيش معاه. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي، نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش كل دلوقتي يا سندس. ماشي جعانه. لا بقول لك ايه، عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه اسم الله عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ام. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده، ده انتصار. بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي، كل حاجه لي، عمري. اقعد يا انا 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 بعشقك حبيبي. أنا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى؟ انتي ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انتي عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده حبيبي بيبي. انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم؟ قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر، إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي، بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها. مش هينفع حبيبتي. مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي، يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس. اسنجف؟ أوي.
يعني ارستق اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. في خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقت؟ حاضر حاضر انا جايلك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي. يا رب. في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك؟ ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيكي ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وساعدني. وحشوني. يا الله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمها لك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم، هكلمها لك. انت جننتي؟ دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه، هم اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي ما تعيطيش، بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه اسفه اسفه، والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك عليا حقك عليا، اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا، عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله، انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايزه افتح قناه رقص الشرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من صفينار. وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضه. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم وناجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا، ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها. وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر. وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي. الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي، انا من زمان وانا نفسي اكون في المود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال؟ ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟
ده انا فرشلك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلق، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. اه ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيمه وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقة دي وناخد أي مطرح في أي حتة. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، احنا كده أحسن. نوال مزنوق، شوفي لي أي حاجة معاكي. يوه عينيا، بص كده خد يا حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا أخي كبداجي، وأنت يا أختي نوال. أنت إيه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا. معلش يا هانم، احتاج التوقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة، خلي التوقيع زي كل مرة. أوكي. أنا أهم حاجة عندي إن الإجراءات تكون سليمة، أهم حاجة. اتفضل. كده يا تمام، الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يعني. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد وما كلمنيش. وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي. أنا طلعت في برامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، ان شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. ان شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هانم. ميرسي، اهلا بيك. يلا الف مبروك يا رئيسة مجلس الاداره. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ايه ده؟ في ايه خير؟ انا بحبك قوي.